النهاردة أنا هعرفكم على الصحفيين المراسلين التلفزيونيين اللي بيجيب لكم الأخبار من واقع مهنة بيسموها مهنة البحث عن المتاعب. الناس دول شغلهم الشاغل إن هم يبحثوا ويقعدوا يبحثوا طول الوقت علشان يوصلوا للحقيقة، وفي المشوار ده ممكن يتعرضوا لحاجات كتير جدا، لمصاعب كبيرة، لمشاكل، شغلهم في الشارع دايما وحوارات مع الجمهور في الشارع ومع المصادر اللي بتجيب الخبر ومع البث المباشر في مناسبات التغطية المباشرة لحدث حي بتشوفه بالصوت والصورة وانت قاعد في بيتك. وطبعا بيعملوا كل هذا الكلام باحترافية عالية وبمهنية عالية وشفافية، وقبل كل شيء بحب كبير جدا لمهنتهم ولبرنامجهم. خليني أقدمهم، يعني إيه، يعني أنا عندي قاعدة إن أنا أقدم السيدات أولا، بس هي يعني ضيفتي دلوقتي هتسمح لي إن أنا أعمل استثناء صغير، لأن أنا عايز أقدم يعني كبير المراسلين عندنا نقدر نقول، وهو الصحفي التلفزيوني والإعلامي محمد حكيم. أنا برحب بك يا حكيم، وشكرا على المشاركة معايا النهاردة. ألف شكر. كل سنة طيب، ومبسوط قوي إن أنا معاك النهاردة. طبعا، وأنا والله. ومراسلة برنامج 90 دقيقة رضوى رحيم موجودة معايا في الاستوديو، برحب بيها يا رضوى وشكرا لوجودك. مساء الخير يا أستاذ معتز. يعني أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، شرف لينا كالعادة. ألف شكر. ألف ألف شكر. شكرا. وبرضو يعني شباب المراسلين ليهم مكان معانا النهارده، وبحب ارحب بعبد الرحمن ياسين. اهلا بك يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا يا استاذ. ويعني ربنا معاك وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، انا اي نعم قدمت حكيم في الاول، بس هبدا بقى مع رضوى عشان نمشي لكده. احنا النهارده انا هرجع لك طبعا، عندك قصص وحاجات كتير، بس رضوى انت كسيدة واحنا قلنا ان دي مهنة البحث عن المتاعب، انت بتتعرضي لمشاكل كبيرة وانت في التقرير في التغطية قبل ما بتجيب لنا طبعا التغطيات الرائعة بتاعتك؟ هو شغلنا يا استاذ معتز طبعا زي ما حضرتك عارف وعلمتنا، هو مفيش فرق ما بين الراجل والست، هو كلنا بنتعرض للمتاعب. صحيح. هي بس الفكره بتفرق في ايه، ان احيانا لسه شويه بس العنصريه، يعني اعذروني، يعني انتوا كلكم رجاله النهارده، بس يعني اعذروني ان فعلا شويه مش كل الناس بتبقى اخده ان البنت بتعرف تدخل المواقف الصعبه او ان هي تأدي شغلها باحترافيه عاليه. فتلاقي مثلا حضرتك وانا في حوار مثلا، لا هو بيحاول يلف ويدور عليا، او فاكر ان مثلا بشويه زعيق او نرفزه لا الموضوع هخاف او مش هتعامل. فعلا ده حقيقي. هم يعني. طبعا. خاصه لو واحده شكلها الى حد ما مقبول، دي برضو بيطمع الناس اكتر في فكره ان ايه، لا 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 انت تعال عليها شويه، وهي بس بصرف النظر عن ده بشوية كلام بأسلوبنا الاحترافي بنعرف نكسب كل الأطراف، وفي الوقت ده بنعرف ناخد اللي احنا عايزينه طبعا، يعني احنا في النهاية بنعرف نتعامل. لكن يعني بنواجه مشاكل زي كده كتير، بس الحمد لله ربنا دايما بيسلم بشوية التدريب بقى وشوية التفاهم لطبيعة الشارع المصري المتغير بشكل مستمر. على فكرة يعني اللي منكم ما يعرفش رضوى كويس، هي طبعا رضوى مراسلة، يعني دلوقتي بقت مراسلة خلاص معروفة ومشهورة وليها شغلها كله على اليوتيوب، وبنفخر بمسيرتها معانا طبعا. انما هي رضوى من نوعية الناس اللي ممكن بالكاميرا بتاعتها تنزل، وفعلا عملت قبل كده يعني تغطيات من تصويرها ومنتجها وتعليقها وتركيبها، يعني بتركب كل حاجة مع بعضيها وفي احلك اللحظات، ما يغركش ان هي سيده كده قاعده شيك وجميله، بس الموضوع ده بتحطه ورا ظهرها وقت اللزوم، وهو ده طبعا يعني طريق الاحتراف والمهنيه لما بتيجي تمارس شغل زي كده. برضو من اسطوات يعني الصحافه التلفزيونيه محمد حكيم، وطبعا شهادتي فيه مجروحه
بس حكيم عنده يعني قصص وحكايات كتير. تقدر تقول لنا ايه النهارده عن الشغلانه اللي احنا بنتكلم عنها؟ هو يمكن طبعا احنا انت اولا استاذنا واحنا مش اول فتره ولا اول وقت. سيبك من استاذنا دي خلاص. لا عايز اقول انه يعني احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، لكن اللي انا عايز اقوله النهارده اللي مختلف شويه في 2017 يا ريت ان احنا في الفترات اللي فاتت كان يواجهك طول الوقت مثلا مشكله في تصريح، مشكله امنيه، لكن الناس في الفتره الاخيره زمان كنا نقول ايه، كل المصريين بيفهموا في الكوره وبيفهموا في السياسه. النهارده كل المصريين بقوا بيسالوا اي صحفي موجود في اي مكان، وريني الكارنيه بتاعك. يعني بقى الناس عندها يعني مش عارف اقول ده وعي زياده شويه ولا بقى نوع من انواع شك. التشكيك اكتر. فانت طول الوقت انت ممكن تتسال السؤال ده 4 5 مرات. يعني انا في تغطيه تلفزيونيه قريبه كنت بعملها، فوجئت واحده ست فجاه، انتوا قناه ايه، انتوا مين، طب ورونا التصريحات يا ستي، طيب الانتاج هيوريك التصريح، طب وريني الكارنيه، طب تشوف الكارنيه. بعد ما شافت الكارنيه وشافت كل حاجه، على فكره انا عارفاك انت محمد حكيم بتطلع في برنامج الاذاعه المعتاد، طب لما انت عارفه بتعملي كل ده، لا انا مش اي حد يخش المنطقه عندنا ويصور كده ونسيبه بالسهل. ودول ما هماش مسؤولين، دول من الاهالي، الاهالي الناس البسيطه، ولا هم جدا. موظفين في القسم ولا في المحافظه. لا 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 هم ده بقى اصعب من الموظفين. فاصبح ده يعني مشهد متكرر بنواجهه كتير، بقى موجود في كل منطقه طول الوقت، انت بتتسائل من الناس طول الوقت، بقى في حاله شبه تشكك كده شويه. فدي بصراحه يمكن تكون اصعب حاجه بنواجهها، او بقت يمكن من السنه اللي فاتت والسنه دي اكتر حاجه بيواجهها اي صحفي تلفزيوني بالذات بينزل الشارع اكتر. يعني افهم من كلامك ان الشارع المصري بقى شويه متشدد في التعامل مع المراسلين والصحفيين من قبل كده، نقدر نقول هو متشدد شويه. بالظبط، بالتاكيد. ولا ايه يعني، ولا يعني عايز تقول ايه، ولا هو في، بما ان احنا في الفترة الاخيرة تعالى نقول اتعرضنا لتغطيات غير منصفة للوضع في مصر من قنوات في الخارج، بالظبط، فهم عندهم الحتة دي عايزين يتأكدوا انت يعني انت معانا ولا علينا. بالظبط. ويمكن كمان هو يعني تقريبا في بعض الرسائل اللي اذيعت عبر بعض القنوات اللي بتطالب الناس انها تتوخى الحذر مع اي صحفي او اي حد بيكلمه او بيساله، وده شيء مش مرفوض، ده شيء كويس في حد ذاته. لكن عارف حضرتك المبالغه طول الوقت، المصري لازم يحط ايه التاتش بتاعه، اللي هو ممكن يبقى شايف لسه حد من 5 دقائق سالك نفس السؤال وانت موري له الكارنيه مثلا او موري له التصريح، ولازم هو برده يسالك هذا السؤال. فهي فكره انه وبعدين طول الوقت برده بقى في احساس زي ما حضرتك قلت من شويه، انت معايا ولا عليا، انت تغطيتك هتبقى. فاحنا بنحاول طول الوقت نقول للناس انا لا معاك ولا عليك، انا دوري ان انا ارصد الواقع زي ما هو بالظبط. ففي دلوقتي يعني زي ما هو في صحافه المواطن، في رقابه المواطن. بالظبط، ورقابه مبالغ فيها شويه. مبالغ فيها شويه. لا ده مهم قوي النقطه دي يا حكيم، مهمه جدا، يعني جديره بان احنا فعلا نقف عندها، وخصوصا احنا في 2017، وهو الحقيقه يعني ولا احنا عايزين التشدد الرهيب مع الصحفيين، لان الصحفي هيعمل شغلته ازاي لو منع منها، ولا احنا عايزين الحقيقه ان يبقى في افراط في المبالغه من قبل الاعلام الخارجي او الاعلام الاجنبي لنقل صوره غير حقيقيه عما يحدث في مصر. يعني لازم الموضوع يبقى له منطقه معتدل. وسط معتدل. طبعا عبد الرحمن ياسين من شباب المراسلين اللي انا اتعرفت عليه الحقيقه لما رجعت تاني لبرنامج 90 دقيقه، كان زي اليومين دول كده تقريبا السنة اللي فاتت، وهو يعني شاب واعد، وأنا سعيد إن هو معانا النهاردة، وياريتك تكلمني عن تجربتك يا عبد الرحمن. بس معتز، 2017 أحداثها متلاحقة ومختلفة عن أي سنة، أحداثها الرياضية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. إحنا في الشارع في 2017 لاحظنا زي ما حكيم بيقول رقابة المواطن اولا عليك. المواطن في الشارع هو لازال بيعتبر الاعلام او الميديا هو المتنفس الوحيد ليه، ولكن الى جانب ذلك هو شايف ان انت ليك رؤيتك وليك وجهتك، وانت بتاخد الموضوع في مكان معين، فهو بيتعامل معاك من هذا المنطلق. فانت بتنزل الشارع، طب انت بتتكلم على نقطه معينه او تقرير معين، لا بس انت لازم تقول كذا، لا بس انت المذيع الفلاني قال كذا، لا انت ما تخشش المنطقه، انت في مشكله معينه. فاصبح فعلا اللي هو عايز يوجه الرساله الاعلاميه اللي انت هتقولها من المنطقه اللي هو ساكن فيها من خلاله، ومن خلاله يعني هو عايز يبقى زي ما تقول هو البروديوسر، يعني تقريبا الصوت عليك. يعني هو البروديوسر بمعنى ان هو يعني ايه اللي بيهندس له السكريبت بتاعه. بالظبط كده.
ده المواطن، ده المواطن اللي هو ملوش علاقه ولا بكليه الاعلام ولا شاف كليه الاعلام قبل كده. ولكن على الرغم في 2017 من الاحداث المتلاحقه دي كلها، المميز فيها اللي احنا غطيناه في الشارع المبادرات الفرديه الشخصيه اللي بدات تظهر بصوره كبيره جدا جدا في ظل بعض الازمات او اللي بيعاني منها المواطن. لقينا مبادرات يعني مثلا زي الدكتور تامر ممتاز اللي هو نائب مدير بنك وعمل العمل شرف، مبادره العمل شرف. لما اتنين شباب صغيرين، واحد 15 سنه واحد 11 سنه، وينزلوا يعملوا مشروع بيبيعوا عصير للناس في الشارع، مش عشان هم محتاجين وهم من فئه عاليه جدا، ولكن لما يجي واحد عنده 11 سنه يقول انا عملت المشروع ده عشان لما الشباب يشوفوني يبداوا ينتجوا ويشتغلوا، ما يستناش ان هو يشتغل بشهادته، لا يشتغل لحد ما هيلاقي هذه الفرصه. المبادرات بتاع الشرقيه اللي احنا لاحظناها في الفتره اللي فاتت، النهارده بالذات في كذا مبادره. فلعل هذا هو اللافت في 2017 على الرغم من احداثها المضاعفه دي كلها. في فكر كده للتكافل الاجتماعي والتعاون المجتمعي. تمام، كويس قوي. رضوى، اتكلمتي شويه بصفه عامه، تعالي ندخل شويه في ان احنا نحدد بعض التغطيات اللي لفتت نظرك لغايه دلوقتي خلال السنه اللي فاتت. يمكن عبد الرحمن فتح الباب لاكثر التغطيات فعلا اللي بتلفت نظرنا. يمكن كنت قبل كده بقول لحضرتك في يعني كل لما نتقابل احنا بنغطي الاحداث، احنا بنوثق، احنا دورنا حاليا هيسجل ما ننقله في التاريخ. ده حقيقي كانت في مرحله مهمه جدا. حاليا انا شايفه مصر الحلوه، لما كنت زمان بقول لحضرتك انا شايفه بس احداث واشتباكات، لا دلوقتي انا بدات اشوف مصر الحلوه، وده رغم كل التحديات اللي احنا بنشوفها ورغم الظروف اللي برضو لسه بنعافر عشان مصر ان شاء الله ان شاء الله تقوم على رجليها باذن الله. لكن بنشوف مصر الحلوه. شفنا سوا لو تفتكر حضرتك الست الهام اللي كانت على الرصيف اللي بتبيع كتب، وجبناها هنا مع حضرتك. مظبوط. واخدناها يوميها، اخدتها من كانت نايمه في كرتونه، كنا في شهر واحد، كانت نايمه حقيقي، نايمه في كرتونه قدام جامعه القاهره. قدام جامعه القاهره. كانت بتكسب رزقها عن طريق بيع الكتب الدينيه. الست دي فعلا كانت نايمه في كرتونه، جبناها قضت اليوم كله معانا، ادتنا طاقه ايجابيه كبيره جدا. دكتور سيد المر اللي بيعالج الناس ببلاش في الشرقيه. عندنا كمان مريم البنت حارس العقار والسياده الرئيس قام بتكريمها، اللي هي من اوائل الثانويه العامه. مريم دي كانت ليها مردود كبير قوي. مريم دي خلتني يا استاذ معتز يعني اقف قدام نفسي خجوله قدام نفسي، هي ووالدها. مش انت لوحدك، المجتمع كله على فكره. حقيقي الاكتر من كده، واللي يمكن الكاميرا ما قدرتش تنقله، لما رحنا نصور معاها جيرانها احتضنهم لهذه البنت، يعني فرحتهم بيها. انا توقعت برضو ان برضو يعني شوية فروق طبقية كده هتظهر، ان ازاي بنت تجيب مثلا اعلى من ولادنا. احنا تمت استضافتنا في بيوت سكان العمارة، سكان العمارة هم اللي كانوا بيوزعوا لها الشربات وبيجيبوا لها الشوكولاتة وبيتلقوا التهاني من اي حد محبة بيجي. فيها محبة وفي اسرتها طبعا. طبعا حاجة جداً. كانت رائعة. مدرسينها، كل المجتمع بتاعها كان محتضن هذا النموذج الرائع. فده حسسني ان احنا قد ايه يعني قدامنا فرص كتيره مش بنستغلها في الحياه وغيرنا بيعافر. ما هو سهل يا استاذ معتز ان احنا ننجح، بس لو عندنا فرص النجاح ده شيء المفروض يحصل، يعني احنا كده ناجح. لكن انك تنجح في ظروف غير مؤهله اصلا انك توصلك لهذا المستوى من النجاح، انت كده بطل. فانا شفت حقيقي السنه دي ابطال كتيره، كنت بروح بيتنا كل مره بقول الحمد لله ان احنا بنوصل لهم وبنقدم للشباب نماذج زي دول. يمكن هم دول يكونوا باب امل، يمكن يكونوا باب تفاؤل، يمكن يكونوا باب حماس ومنافسه ان احنا نشوف زيهم كتير، ومصدر الهام لشباب كتير اخرين محتاجين يشوفوا قدامهم نموذج حقيقي. طيب على كل حال انا طبعا بحييكي على نظرتك الايجابيه، لانه في ناس بتنظر دايما للجزء الفارغ من الاناء زي ما بيقولوا. انما حكيم بقى يقول لي في الموضوع ده، مفيش شك ان السنه اللي فاتت الناس كلها، وده من واقع تغطياتنا واتصالاتنا الهاتفيه وحواراتنا مع الضيوف
كانت بتعاني من موجة الغلاء جدا جدا بالتأكيد ولا زالت على فكرة لغاية دلوقتي أكيد. فتغطياتك يعني هل ده حسيت ان هو يعني الشغل الشاغل للشارع المصري ولا انا شايف الموضوع غلط؟ بالتاكيد طبعا مظبوط. هو انا عايز اقول كمان احنا يمكن كان التحدي الاساسي واحنا بنشتغل في 2017 او من سنه من دلوقتي زي ما حضرتك قلت، المختلف احنا قلنا عايزين في التوليفه بتاعه 90 دقيقه وتقاريرنا يبقى التقرير فيه قلب شويه. كانت الفتره اللي فاتت مهمه قوي انك تتابع الاحداث وترصد اللي بيحصل في الشارع، لكن احنا حبينا ان التقارير يبقى لها تقرب شويه من الناس، يبقى ليها مشاعر ونبض، فالكاميرا يبقى ليها قلب والمايك يبقى ليه احاسيس ومشاعر. فيمكن تكمله على كلام الزملاء، معظم التغطيات اللي كانت كده. اكتر بقى شيء مؤلم كان او شيء قاسي على الناس هو ارتفاع الاسعار، بس على فكره في نفس الوقت الحلو او الجميل في الشارع المصري انه المصريين يعني ايه عايز اقول ناس جميلة بتقدر تعيش في أي ظروف، فتلاقي في عز الأزمة وفي عز ما الناس بتشتكي تلاقي النكتة موجودة، تلاقي الناس بتتكلم معاك باستعداد إنها تتحمل، بس عايزة تشوف بريقة أمل شوية. الأسعار أكتر شيء بيرهق الناس، أكتر شيء كمان كان بيرهقهم شوية مسألة الطرق، لأنه يمكن في الفترة اللي فاتت رصدنا كتير قوي من التقارير اللي هي بترصد الطرق مثلا بتاخد فترات طويلة على الإصلاح، لكن بالتأكيد في الجنب الآخر كانت الناس دايما الحس الوطني ارتفع شوية في السنة اللي فاتت دي. كل الوقت تلاقي الناس بتتكلم عن إنه إحنا مستعدين نصبر، مستعدين نقاوم. يمكن عايز اقول لكل فعل رد فعل، فطول ما كان في شويه ضغوط بتحصل من الخارج يمكن وساعات من الداخل والاحداث الارهابيه كانت بتخلي الناس طول الوقت تصبر، فرغم انها افعال سلبيه لكن جابت نتيجه شويه ايجابيه في النقطه دي. وبعدين بشعر ان الشارع، تعال نقول مجازا اسمه الشارع، انا اقصد الشارع بمعنى المواطن المصري البسيط، اصبح اكثر وعيا وادراكا لمساله الاعلام ودوره، وحتى دور مقدمي برامج التوك شو وتصنيفهم من حيث ده بيتفلسف، ده بيولع الدنيا، ده مش عارف بيقول لي ايه، ده معرفش ما بيقول كلامه هو مش مقتنع بيه. يعني الناس ابتدت تركز معانا جدا بالظبط. لا وبقوا عارفين كويس جدا، يعني هو عارف طول الوقت انه البرنامج الفلاني المذيع الفلاني ده شخصيته ايه، ده بيعرض ايه، بيجيب وجهتين النظر ولا بيجيب وجهه نظر واحده. ويمكن الحمد لله يعني احنا ربنا سلمنا في مواقف كتير جدا بسبب انتمائنا لبرنامج 90 دقيقه، لانه بتحصل مشاكل، تحصل اشتباكات زي ما حضرتك قلت من شويه، الشارع بقى شويه محتقن، بقى فيه وجهتين نظر وكل واحد حاسس ان وجهه نظره هي الصح وعايز يفرضها، فما شويه بيشوفك ويعرف ان انت من برنامج بيعرض وجهتين النظر بيتقبل حتى لو كنت بتسجل مع الطرف الاخر مش معاه هو. احنا نتمنى ان كل البرامج تبقى بتعرض كل وجهات النظر الحقيقه مش برنامجنا بس، وطبعا يعني زي ما بيقولوا يعني شهادتنا مجروحه. تعالوا نشوف تقرير مجمع لطبيعه عمل مراسلي برنامج 90 دقيقه ضيوفي النهارده ونرجع نكمل هذا الحوار. دالي أبو عميرة 90 دقيقة قناة المحور. سارة الكامل 90 دقيقة مع معتز الدمرداش. ياسر عبد المقصود 90 دقيقة مع معتز الدمرداش. رضوى رحيم 90 دقيقة قناة المحور. عبد الرحمن ياسين 90 دقيقة قناة المحور. دنيا ابراهيم 90 دقيقة قناة المحور. حصري بقى البرنامج 90 دقيقة مع معتز الدمرداش. أكيد طبعا إن شاء الله يعني بإذن الله. إليك يا أستاذ معتز. شفتوا بقى العلاقة لما تبقى حلوة مع المراسل يعني ايه يصيطك كده. يا رضوى طبعا انا تجاوزت مرحلة ان انا اقعد اشكرك انك انت بتعملي الشغل بالطريقة دي، يعني انما ملاحظ انك انت في السنة الاخرانية مركزة على الموضوعات الانسانية قوي. حقيقي. كلميني عن الناس اللي بتقابليهم، عن الانسان المصري البسيط، بحس انك انت عايزه تبرزي دوره للمجتمع وتبرزي دوره لمشاهد هذا البرنامج. صح.
صحيح. يمكن التقرير الإنسانية أو اللي بتحكي تفاصيل البشر الضيقة قوي الصغيرة دي فعلا يعني بدأت أركز فيها، عشان بحس إن احنا محتاجين نقول الإنسان المصري مش بس بيصور، مش بس غضبان، مش بس متضايق، هو عليه ضغوط ومحتاج اللي يحتويه، محتاج اللي يسمع له، محتاج ان انت تبين النقاط الايجابيه في حياته، محتاج نبين التحدي بس اللي بيمر فيه. بطلتي تقابلي مسؤولين؟ يعني نادر قوي لما اشوفك مثلا قاعده بتعملي حوار مع مسؤول في الحكومه، وزير مثلا او كده. يمكن حضرتك علمتنا ومدرسه 90 دقيقه بوجه عام ان احنا نهتم بالمواطن لحد ما نوصل للوزير. الوزير هيسمعنا، هيسمعنا من صوت المواطن. سهل جدا ان انا اخبط على باب الوزير، بس صعب جدا اوصل للمواطن الصح اللي يقول لي المشكله ويعرض مشكلته بشكل واضح وسليم. عشان نقدر الوزير لما يوصل له هذه المشكله بشكلها، يبقى في مرحله بقى معاكي ملف جاهز وتحطيه قدام الوزير. صحيح. ساعتها يعني تحطيه. في تغطيات مهمه جدا احنا لسه ما اتكلمناش عليها يا استاذ معتز، وحقيقي كانت بتبقى صعبه على كل واحد فينا لما بننزل الاحداث الارهابيه نغطيها، او يمكن احداث الكاتدرائيه كانت صعبه علينا كلنا، مفيش كلام، ويمكن معظمنا لما نزل للاسف كنا بنتعرض لهجوم رهيب جدا من الاهالي غير مبرر. يعني طب احنا جايين ننقل مشاعركم وجايين ننقل المكم، هجوم غير مبرر، ولكن كنا بنستوعب تماما الانسان في اللحظه دي بيبقى جواه غضب شديد جدا مش عارف يطلعه، جواه حزن برضه مش عارف يطلعه، فكنا بنستوعب كمان. وممكن طبعا الكاميرا تتعرض، لان يبقى الناس عايزه يعني في ممكن الناس تبقى عايزه تضربكم، ده حقيقي، ممكن تتعدى على الكاميرا تكسرها. هي المشكله يا استاذ معتز ان في الاحداث اللي زي دي على وجه التحديد اللي هي فيها مشاعر شديده الخصوصيه، اللي هي مثلا جنازه شهيد او عزاء شهيد، الناس ما بتستوعبش انتوا ليه واقفين يا جماعه، انتوا مستنيين ايه من الناس؟ لا احنا مستنيين ننقل صوره حيه لمشاعر بشر فقدوا اعز ما يملكوا في سبيل الوطن. فيعني بتكون مشاعر قويه جدا، واحنا كمان علينا اسيا، يعني احنا احيانا ما بنبقاش عارفين نكلم الاهالي نقول لهم صحيح صحيح، ولكن احنا مهم جدا رسالتنا في هذا الوقت ان احنا نقول لهم يا جماعه دي عيله فقدت عائلها، ده اب راح، ده طفل فجاه اتيتم، دي زوجه فجاه اترملت، دي أسرة. وعندك مسؤوليه يا رضوى، يعني اولا واخيرا قدام مشاهد بيتفرج. صحيح صحيح. طيب عبد الرحمن، برضو في نفس الاطار، انا لاحظت انك انت برضو بتحب الرياضه كمان شويه، البرامج بتاعتنا دي يعني ممكن تدخل في الشان الرياضي برضو، ولا لازم تبقى مركزه بس مع حياه الناس واطلاع راي الناس والامور السياسيه؟ والله هو المشاهد محتاج ده في الفتره اللي جايه، مش محتاج برامج التوك شو، هو المواطن طول يومه هو مطحون وهو مخنوق من الاحداث المتلاحقه خاصه الاقتصاديه زي ما حضرتك ذكرت، فمش مستني ان هو يجي يتفرج على برنامج التوك شو في اخر اليوم، ان انت المعايشه اللي هو عايشها طول اليوم من ضغط 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 تيجي في الاخر تقول له خد ضغط 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 كمان. لا، محتاج التنوع، محتاج يمكن احنا شعب في يعني في 2017 في بطوله كاس افريقيا كنا بنغطي نبض الشارع هنا في مصر عن البطوله. يمكن في موقف لافت للانتباه جدا كان ساعه ماتش مصر والمغرب، كنا في شارع الهرم في احد الكافيهات، وراجل بسيط جدا 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 بشكله وهيئته ومعاه بنته الصغيره، فقعد طلب مشروب وبيقول للراجل بتاع القهوه، بيقول له انا معايا 10 جنيه وبنتي هتاخد حاجه ساقعه وانا هاخد كوبايه شاي. فالراجل ساعتها بيقول له لا بس اغلب، فانا بتكلم معاه بيقول لي بص دي مصر، من الاخر كده يا استاذ علم عيالك ازاي يحبوا البلد بعيد عن الاشخاص. انا بنتي جايبها تقعد معايا في القهوه، بنت صغيره تقريبا 7 سنين او 8 سنين، عشان تعرف يعني ايه منتخب مصر، عشان تعرف يعني ايه مصر لما بتلعب. الرياضه فعلا هي اللي بتجمع الشعوب كلها على كلمه واحده، هي اللي بتالف بين القلوب. لازم فعلا في برامجنا يكون في تنوع رياضي في الفتره اللي جايه، نحاول نزدهر فيه، يعني نحاول ان احنا نبدع فيه اكتر من
الجانب السياسي على اعتبار ان البرنامج يعني برنامج شامل بيقدم كل يعني نواحي وجبه متكامله الحياه المصريه طبعا. فمفيش شك ان في يعني عشاق للرياضه والكره بالذات بالملايين طبعا. على كل حال وايا كانت يعني التقارير ومحتوى التقارير بتمنى لك كل توفيق عبد الرحمن والردوه طبعا جزيلا. وان شرفتوني في البرنامج. حكيم هيفضل قاعد معايا شويه لما انا قلت بقى ان هو كبير المراسلين فهناخد كده شويه مراسلين كمان شباب بعد الفاصل هنقابل ايه اظن هيبقى معانا ياسر عبد المقصود وساره الكامل. خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته. كل سنه وانت بخير وبصحه. وانت بخير وبصحه. اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين وربنا يبارك لكم يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ربنا يسعدك يا رب. كل سنه وانت طيب يا حاج بمناسبه العيد. طيب يا رب. يقعد عليكم بخير كلكم يا رب والسرعه معاكم يا رب وبارك لكم يا رب كلكم يا رب. كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد حبيبتي علي. انتوا طيبين كلكم. تحبي تقولي ايه كل اصحابك النهارده اللي شايفينك من خلال قناه المحور؟ اقول لهم اللي هم كل سنه وهم طيبين ويكون المدرسه حلوه عليهم اللي هي السنه الجديده في اولى اعدادي وان شاء الله كلنا نتجمع تاني مع بعض. لهم كل سنه وانتوا طيبون وان شاء الله ربي ما تشوفوش شر ان شاء الله. واشكر كل اللي بيدعموا 57 واشكر 57 واشكر كل العمر اللي فيه. بحب اقدم لهم تهنية العيد واقول لهم كل سنة هم طيبين. كل سنة هم طيب. لسه معايا الحقيقه مراسله برنامج 90 دقيقه الحقيقه جيل انا بتشرف بيه جدا من شباب المراسلين التلفزيونيين اللي يعني لا يهدأ الا انه يجيب لنا التغطيات ويبحث عن الحقائق ويبحث عن المصادر والحوارات ويعني عمل كبير لولا ان انا مش قادر اقعد اشكر اكتر من كده. انما هو عمل من طراز رفيع جدا في مجال الصحافه التلفزيونيه. انضم لنا اثناء الاستراحه الصحفيه والاعلاميه الشابه ساره الكامل. اهلا يا ساره. اهلا استاذ مصطفى وبحييكي ويعني شغلك ما شاء الله وربنا يوفقك. تسلمي. وبحب ارحب ايضا بمراسلنا ياسر عبد المقصود وهو ايضا شاب واعد وشغله زي الفل وربنا معاك يا ياسر. انا كمان استاذ معتز انا مبسوط جدا وسعيد جدا وانا كمان وكويس ان احنا نبقى مع بعض النهارده امام مشاهدي برنامج 90 دقيقه. طبعا محمد حكيم كبير المراسلين زي ما انا بسميه طبعا موجود لسه معانا. هبدا مع ساره. يعني ابرز المواقف والتغطيات اللي قابلتك وال يعني الاشياء اللي فيها كواليس يمكن المشاهد ما بيشوفهاش في تقاريرك في خلال السنه اللي فاتت. هو الفكره السنه دي ان انا كنت بعتمد تحديدا على فكره المواطن المتميز مش المواطن البسيط او العادي. احنا اغلبيه تقاريري السنه دي كان فيها جزء كبير جدا من متحدي الاعاقه او حتى اللي عندهم متلازمه داون. من ابطال سباحه لابطال تنس لابطال في كل المجالات. وده شيء انا كنت فخوره بيه جدا ان انا مش بلمس حتى المواطن البسيط لا المواطن البسيط اللي بيتحدى اعاقته وبيتحدى ظروف مجتمعه كلها عشان يقدر يبين ان هو هنا اهو. يمكن كمان يعني حبيتي يا ساره انك انت تكوني مختلفه شويه بالظبط او تروحي بره الصندوق يعني احاول يبقى في طاقه ايجابيه ولا شعورتي بان هذه الفئه او هذه الشريحه من المجتمع المصري مهمشه؟ هي فعلا في الحقيقه مهمشه جدا بشكل كبير. ويمكن للاسف الشديد احنا ما بنعتمدش على اخراج احسن ما في البني ادمين. يمكن هم عندهم شيء مميز جدا لو حد عارف يخرجه بشكل مختلف هيطلعوا ابداعاتهم بشكل كبير جدا. وانا كنت يمكن بحاول ان انا طول الوقت اعرف اتواصل معاهم بشكل مختلف عشان اقدر اطلع الشيء الايجابي اللي هم دايما متميزين بيه. تمام.
الحاجة التانية وهي دي يمكن اللي أنا فخورة بيها السنة دي، فكرة إن إحنا إزاي طول الوقت لما بنوصل مع مسؤول ما نقدر إزاي نخليه يفهم إنه دور كبير هو احتواء المواطن وحل مشكلته. فكرة وكيل الوزارة بتاعت الصحة اللي الطفل كان عنده بتر في رجله وهو تعامل بشكل ما كانش مرحب، لما انت رحت له بالكاميرا في المكتب وهو كان عنده اظن تسجيل مع برنامج او كان عنده، فحسيت ان هو مش متعاون مع البرنامج ده حقيقي. وان احنا تاني يوم لما حضرتك سوري في نفس اليوم لما حضرتك عرضت التقرير وزير الصحه اتدخل في ساعتها ونقل الطفل لمستشفى بوريج. فكره انك ازاي بتقدر مش بس تعرض مشكله المواطن، لا كمان تساعد في حلها وتعملي المتابعه دي. بالظبط، وده شغل بالزبط. مهم جدا جدا. ياسر عبد المقصود، شغلك برضو كان متميز، يا ريت تكلمنا عن اهم التغطيات اللي عملتها في السنه دي. الفتره اللي فاتت انا كنت بركز تركيز كويس جدا 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 على التقرير المشاكل، مشاكل المواطنين. هو المواطن بيروح ليه للمسؤول عشان مش عشان بس شو اعلامي ان هو بس يظهر بمشكلته، لا هو بيروح للمسؤول عشان عايز حل. هو ما لقيش حل، حد يحل له مشكلته، ما راحش ما لقاش مسؤول يحل له مشكلته، فتوجه للاعلام عشان يحل له مشكلته. تمام، يوصل له صوته. فانا كنت بحاول اركز على الناس اللي هم عايزين يحلوا مشاكلهم وصوتهم مش واصل فصوتهم يوصل. يعني اتذكر من ضمن التقرير اللي انا كنت عاملها ان كان في واحد عنده 32 سنه مش معاه بطاقه، وكان كل ما يروح السجل المدني يطلع بطاقه يلاقي نفسه مدرج وفاه، على اساس ان هو يعني بالنسبه للسجلات هو مش موجود. لا هو موجود بس مدرج وفاه، بس متوفى. متوفى يعني ميت، يعني ميت مش موجود في الدنيا. سبحان يعني الله. ده مثلا لو عمل اي حاجه هو اصلا يعني غير موجود اصلا في الدنيا، يا خبر. فحاجه يعني غير منطقيه، مش اطلاقا عايش. مش عايش. فبكلمه بيقول لي انا حياتي كلها متوقفه، انا رحت اتجوز اتجوزت كلها وقفت عشان البطاقه، مش معايا بطاقه. طبعا عايز اشتغل، عايز اعمل اي حاجه، مش معايا بطاقه، واروح اطلع البطاقه يقولوا لي انت مدرج وفاه وليه تصريح دفن وليه كل حاجه. بس لما رجعنا لاصل الحكايه، انت بتدور على الموضوعات اللي هي فيها عنصر الغرابه شويه، او موضوعات تعالى نقول غير انك انت عايز تخدم طبعا المواطن وكده، انما هي موضوعات لازم تتسم بانها تبقى شيقه جدا، ما تبقاش موضوع عادي، ما يبقاش موضوع وخلاص. اكيد. فواحد زي ده لما رحنا صورنا معاه، عرفنا اصل الحكايه، عرفنا ان هو والده كان جاب طفل قبله، وبقى ما كملش كام شهر بعد ما طلع له شهاده ميلاد الطفل ده توفى، فايه طلع له تصريح دفن وخلاص واتدفن. لما ده جه بعده بسنه شغله بنفس شهاده الميلاد بتاعت اخوه الاولاني، اللي هو ده اصلا كده كده بنفس الاسم ونفس كل حاجه، بدل ما نطلع شهاده ميلاد انا عندي شهاده ميلاد. الجهل بقى بتاع زمان. طبعا. فوصل الراجل ده كان معاه بطاقه ورقيه، لما جات الميكنه وكده كان هو بره مصر معرفش يجدد الباسبور. المهم في الموضوع ان احنا يعني بعد ما زعنا التقرير، لما اثير الموضوع للراي العام اتحلت المشكله، لقينا السجل المدني واداره الداخليه بتتصل بتقول عايزين نحل المشكله. تمام تمام. وفعلا المشكله اتحلت، وهو اتصل بعدها بيومين تقريبا بيقول انا البطاقه بتاعتي طلعت وخلاص، طوى الصفحه وخلاص بقى بقى بني ادم طبيعي. اتولد من جديد فعلا بعد ده موضوع انت فكرتني بيه، وكان موضوع رائع الحقيقه. محمد حكيم، في طول ما انا ماشي ناس تقابلني تقول لي هو الاعلام ليه ما بيحلش المشاكل؟ هو انتوا بتعرضوا المشكله بس؟ فبرد بقول والله احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نواجه الجهه اللي هي الحكوميه بالمشكله، او الجهه اللي هي اي جهه معنيه بمشكله ما. بس انا عايزك تقول لي من واقع شغلك، احنا في سؤالين، اكتر سؤالين بيتقالوا لنا. سؤال من وجهه نظر بعض الناس، انتوا ليه بتعرضوا المشاكل؟ انتوا ليه مش بتركزوا على الحاجات الكويسه؟ فاحنا بنرد دايما ونقول يا جماعه انا وظيفتي كاعلامي ان انا اعرض الشيء الخطا،
كل واحد بيعمل دوره، ده الطبيعي انه يعمل الدور. فانا مش هروح لكل واحد بيأدي دوره اقول ده ادى دوره، انا بروح للي ما اداش دوره علشان اقول ان ده ما اداش دوره. لما يبقى في حد عمل حاجه ايجابيه متعديه للحدود برضه بنعرضها. وفي نماذج عرضناها جميله جدا. انت فاكر حضرتك البنت اللي هي من ضعاف السمع نهال، اللي تحدت الظروف وكانت بتنزل وقالت انا بتضايق لما حد يقول لي انت ضعيفه او يحس ان انا قويه وانا هتعلم وهمارس هوايات ومارس. بنعرض النماذج دي ونعرضها كتير جدا. مظبوط مظبوط. السؤال التاني بقى اللي هو حضرتك بتقول عليه ده، انتوا ليه بتعرضوا المشكله وما بتحلوهاش؟ او يجي لك حد يقول لك ارجوك اعمل لي كذا، انا ببقى زعلان وحزين. هل الاعلام، هل برامج التوك شو عندها الباور او القدره على انها تحل مشاكل المجتمع المصري كله؟ هي تعرض، دورها انها تعرض. مش هنقدر نحل كل المشاكل. انما انا بعرض نموذج والحل على فكره انا عارف الاجابه، بس احنا من باب الحوار يعني الحل بايد مين؟ الحل بايد المسؤول. انا دوري ان انا اعرضه، هو دوره انه يتواصل. وده حصل يا استاذ معتز، يعني حصل في نماذج كتيره حكوها الشباب وحاجات كتيره بنعرضها، فالناس شويه الكاميرا بتبقى مؤثره. بس الطبيعي انه لما واحد يطلع في الاعلام وتتحل مشكلته، المفروض ان كل الناس اللي زيه تتحل مشاكلها. اكيد مش كلهم هيظهروا في التلفزيون علشان مشاكلهم تتحل. صحيح. فهو مش دور الاعلام لوحده اكيد يعني. طب ساره، لما بتواجهي من الجمهور بالاسئله دي بتجاوبيهم ايه؟ هو زي ما استاذ حكيم قال، هو الازمه كلها ان هم مش شايفينك مجرد ناقل للخبر او ناقل للمشكله، لا ده انت كمان ملزم بحلها. ودي اكبر ازمه كمان بتواجهنا، فكره ان انت خصوصا في الخمس او ست سنين اللي فاتت تحديدا الاعلام خد دور كبير جدا اكبر من اللي كان واخده قبل كده. ده مخليه على عاتقه حل كل الازمات. وللاسف الشديد انت لما بتنزل تقول للمواطن انا مش دوري اي حاجه غير ان انا احاول انقل لك مشكلتك، هنا بتبقى الازمه. وساعات بيحصل صدام ان هو شايفك لا انت النجاه، انت 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 الحل، انت كل حاجه في الدنيا، انت اللي لازم تشوف له ازاي طريقه، يعني طريقه مشكلته دي تتحل. حلو. الطريقه اللي بنحاول نقولها لهم ان احنا بشكل كبير جدا وبشكل انساني بحت قبل ما يكون شكل اعلامي، احنا هنحاول نلاقي حل بسيط يقدر يساعدك فيما بعد. تمام، هرجع لك تاني علشان انتوا الشباب اللي معانا النهارده في الحلقه ما بقاش عندنا وقت كتير معلش. انما ياسر، طموحك ايه؟ عايز تبقى ايه في المستقبل؟ عايز ابقى مراسل دولي. مراسل دولي؟ تحقيقات. ده انا اشتغل في دوله عربيه او اجنبيه، بشتغل التحقيقات الكبيره. يعني يبقى بتعمل تحقيقات على مستوى دول العالم. دول العالم. وبالتالي تسافر تعمل التغطيات بتاعتك من كذا دولة. كذا دولة، ده حقيقي. والله ده طموح رائع، وربنا يوفقك انك توصل ليه ان شاء الله، واحنا متفائلين بيك جدا يعني. ربنا يكرمك. انا يعني خدت تجربة، اول تجربة حقيقية استفيد بيها كانت تجربتي في برنامج 90 دقيقة. تمام. كان بيوجهني الاستاذ حكيم والاستاذ داليا، كانوا واقفين معانا كل تقرير اعمله، لا ده في الحياديه المفروض تعمل 1 2 3 4 عشان تقدر تطلع التقرير صح. طبعا. لا عشان يبقى بروفيشنال اكتر انت ممكن تعدل الحاجه الفلانيه او تجيب مثلا الطرف الفلاني، فهو ده هيبقى احسن. يعني فاستفدت خبره كبيره جدا الحمد لله يعني على قد الفتره. وداليا ابو عميره على فكره نوجه لها تحيه، هي مش معانا عندها ظروف، انما هي من الدعائم الاساسيه في فريق مراسلي برنامج 90 دقيقه اكيد وقناه المعمر اكيد. وكان تمام. مراسل دولي ان شاء الله. مراسل دولي ان شاء الله. ربنا معاك. امين يا رب. وبرده ساره نفس الحكايه، شايفه نفسك فين بعد كذا سنه؟ يعني انا من امنيات حياتي ابقى مراسله حرب. هو اكيد الواحد بيتمنى اليوتوبيا والسلام للعالم. يوتوبيا ايه بقى؟ عايزه تقوم حرب عشان ابقى مراسله حرب. عايزه تبقي مراسله حرب. ده حقيقي. انا بشوف انه من اعظم الصحفيين اللي موجودين في تاريخ العالم كله، حتى في تاريخنا العربي، سواء استاذ هيكل او حتى يوسف وده او حتى حضرتك اكيد طبعا، مارسوا فكره مراسل حرب. بتطلع من البني ادمين اكتر حاجه تخليهم دقه في الخبر، سرعه في انجاز الخبر، حاجات كتير جدا تخلي كل بني ادم يعرف يطلع احسن ما فيه. انما مش شايفه ان الموضوع ده ممكن يكون يعني بتاع رجاله اكتر؟ مع الاسف يعني ان انا بقول كده. حضرتك عارف ان ما بقاش في فرق ما بين راجل وست. لا انا عارف ان ما فيش فرق، بس عشان تبقي جوه. ده غير نسوي ولا ايه؟ عشان تبقي جوه حرب يعني، حتى انت مش اهلك مش هيخافوا عليكي او كده؟ اكيد انا والدتي بتترعب عليا. بتترعب بشكل كبير جدا، بس
الصحفي الشاطر هو اللي بيبقى عايز الحاجة اللي هو مؤمن بيها وهينفذها بأي كان المعوقات أو الصعاب اللي هيشوفها. على فكرة أنا يعني ما عنديش مشكلة خالص إن الست تعمل دور الراجل في أي شيء، بس أنا يمكن اللي غلب عليا وأنا بواجهك بالسؤال هو شعوري ناحيتك، إنك أنت يعني زي بنتي أو زي أختي، خفت عليكي لما قلتي لي إنك أنت هتروحي الحرب. يعني على كل حال ربنا ينولك طموحك ان شاء الله. امين يا رب. وهو الطموحات دايما بتبقى مشروعه لانها بتبقى زي الاحلام. أكيد. والاحلام دي مجالها واسع مفتوحه. طب وانت يا حكيم بقى عشان اختم معاك، انا عايز انقل لك سؤال. يعني انت ليك جمله مشهوره بتقول مصر رايحه على فين، ناس كتيره جدا بتقابلني وتقول لي بما انك بتشوف الاستاذ معتز ارجوك اساله لنا هو شايف بعد الرحله الطويله دي في العمل الاعلامي وكل يوم مع الاحداث بمختلف اشكالها مصر رايحه على فين يا استاذ معتز؟ والله انا مبسوط قوي ان انت بتوجه لي السؤال ده، لان انا هرد عليه بنكته، لان انا الموضوع فاهم ازاي؟ اتقال لي كتير قوي، بس احلى نكته سمعتها انه يقول لك واحد قاعد يسال مصر رايحه على فين؟ مصر رايحه على فين؟ قالوا له جاتك خيبه، هي راحت خلاص، انت اللي ما نزلتش في المحطه. فهي رايحه يعني ان شاء الله زي الفل باذن الله. وتمنياتنا الطيبه لبلدنا بالتقدم والرقي طالما فيها شباب زي الفل كده زيكم. بشكر طبعا ياسر عبد المقصود على وجوده معايا النهارده في 90 دقيقه، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، واحنا اللي بنشكر حضرتك. لا مفيش اي حاجه خالص. ساره الكامل الف شكر وربنا يوفقك. ربنا يخليك. محمد حكيم الف الف شكر وربنا كده يوفقك دايما والى مزيد من التالق والنجاح. اشكرك يا استاذ معتز، واسمح لي اشكر برضو كل زمايلنا اللي ورا الكاميرات واللي معانا في المونتاج طبعاً. ووليد ومصطفى وعمرو كلهم بيتعبوا معانا علشان يطلع كبير فوق راسنا فوق راسنا كلهم. يعني شكرا لمتابعتكم حلقه النهارده من 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. احنا متوقفين طبعا في فتره عيد الاضحى المبارك، اعاده الله عليكم جميعا باليمن والخير والبركات، ايام مفترجه وجميله جدا. وبنوجه تحيه كبيره للحجاج اللي هيقفوا على عرفه بعد يمكن 48 ساعه من دلوقتي، حاجه رائعه بكل المقاييس. كل سنه وهم طيبين جميعا ويرجعوا بالف سلامه، وكل سنه وحضراتكم طيبين في البيوت وفي كل يعني انحاء مصر والعالم العربي. ونتقابل بعد اجازه العيد ان شاء الله، والى اللقاء.